بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نخش في تفاصيل، عايزين ناخد شوية معلومات كده عن الاي دي اي اللي هي الانتجريتد ديفلوبمنت انفايرمنت، اللي هو البرنامج بتاعنا دوت، وازاي بنتعامل مع شاشاته. طبعا من فوق التايتل وفي الباس بتاع الايه اليو ار ال بتاع الشغل بتاعك، في اليو ار ال بتاع البروجكت بتاعك او الفايل اللي انت فاتحه، في قائمة المنيو، في بعد كده شويه ايكونز كده مهمه جدا زي الاي في دي مانجر ومش عارف ايه والكلام ده كله. دي التول بار بتاعتنا اللي فيها رن وشويه ايكونز، يعني الايكونز اللي بتستخدمها في التول بار بتاعنا من فوق، منها رن ممكن تلاقيها في المنيو، وهي هي الموجوده في التول بار الطبيعي طبعا بتاع الحاجات الاساسيه دي. وتلاحظ هنا ان في حاجه اسمها النافيجيشن بار. النافيجيشن بار ده بيديك المسار، وممكن تدوس على اي فولدر في اي مكان يفتح لك التفاصيل الداخليه جواه. المسار دوت بيبقى فيه موجود فيه النافيجيشن بار، ممكن اتنقل منه، ممكن اتنقل من الايه من البروجكت بتاعنا، الاستراكشر بتاع البروجكت بتاعنا هنا، يعني بالفايلز دي او دي. وكده كده بيكتب لك الفايلز اللي انت فاتحه، ده الباس بتاع الفايل اللي انت فاتحه. تمام، يبقى دي الفولدرز بتاعت الايه المسار بتاع اللي انت فاتحه. وفي اي وقت بتدوس على اي فولدر في النص او في الاول او في الاخر تقدر تتنقل على الداخلي بتاعه، زي المين كده، والمين دخلت على الريس، والريس دخل على مش عارف ايه اللي هو الريس تحت اهو، دخلت على الريس اكني فتحت تحت الريس. قال لي طيب في عندك حاجات كتير، قلت له مثلا افتح لي مثلا على سبيل المثال لاي اوت، هيفتح لك اللاي اوت. من اللاي اوت في مثلا اكتيفيتي دوت مين، فتح لي الاكتيفيتي الاكس ام ال. نفس خد تقدر تاخدها من نفس المكان هنا، من الريس ومن اللاي اوت ومن الاكتيفيتي بتاعت المين. يعني دي الطريقه، ودي طريقه ثانيه تحت هي الاستراكشر، تقدر تتنقل في الملفات الخاصه بالايه بالاندرويد. يعني هو طبعا بتختار الاندرويد. طبعا الايكونز بتاعت الحاجات دي هنتكلم عليها ان شاء الله بالتفصيل، لكن هنا في النص طبعا دي الكود اديتور او الاديتور ويندو، دي اللي بكتب فيها الكود بتاعي بتاع الكوتلين او بتاع الجافا. يعني الفايل هنا برضو هتلاقي هنا في الشاشه اللي في النص اللي الاديتور اللي موجود في النص، هتلاقي ان عندك الكنترولز متقسمه كومون وتكست، جوه التكست شويه بقى حاجات باتنز وشويه باتنز شويه ويدجتس وشويه ويدجتس لاي اوت، وجواها شويه لاي اوت متقسمه كده، يعني جروبنج جواها الايتمز. تقدر تشد وتحط الحاجه طبعا، ايه لو عايز تكبر تكبر الايه شكل الشاشه اللي هو التقريبي اللي هيظهر يعني. تمام، كايكون او ككنترولز داخل الايه الفورم دي، ده الديزاين. وفي منه التكست اللي هو لو انت عايز تشوف الاكس ام ال كود اللي انت بتكتبه، بيكتب اكس ام ال كود، لو انت عايز تكتب الاكس ام ال كود يتعرض بره. تمام، ويوريك العرض. دي الشاشتين الاساسيين اللي احنا بنشتغل عليهم في العرض، شكل العرض وكتابه الكود، شكل العرض وكتابه الايه وكتابه الكود بتاعنا. تمام، دول كده كانت الايه دول ده الكود بقى طبعا اللي هي الايديتور ويندو بتاعتنا. في تحت في على الجناب هتلاقي في عندك على الجناب كده تول ويندوز، كده مجموعه من الويندوز موجوده كده على جنب، بتدوس عليها بتتفتح، تدوس على الايكون تفتح، دي دول عباره عن شاشات، تختفي الشاشه وتقفلها، تدوس على الثانيه فتحت تحتيها، تدوس يعني بقى اتنين مفتوحين، ادي الريسورسز وادي البيلد فاريانتس، تدوس عليها كمان مره تتقفل فبتتلم في الجنب. تمام، تدوس على اي واحده تفتحها الى اخره، ويقول لك انت موجود في فين بالظبط، في انهي شاشه. والشاشات طبعا كتير، هنتكلم برضو على شاشه كده بس ايه واحده واحده، بس انا بحاول بس اتعرف ازاي اتحكم في الحاجات دي. طبعا دي بتخفي الشاشه على الجنب، الايكون دي، الايكون اللي بعديها دي بتديني بعض الاوبشنز الخاصه بالويندو بتاعتي. في بعد كده الايكون ديت زي ما احنا شايفين لما بدوس عليها، هدوس عليها تاني، بالظبط كده. طبعا اقدر اصغر، هتكلم على الايكونز دي بالذات بالتفصيل شويه، اقدر اشد او اصغر من حجمها من حجم الشاشه لو انا عايز. تمام، دي الايه اي شاشه على فكره طبعا، بس الشاشه مفتوحه بس. في عندك طبعا الستاتس بار في الاخر تحت، بيكتب لك طبعا انت اخدت قد ايه، اشتغل ما اشتغلش، في ايرورز، في حاجه شغاله. اقدر اتنقل ما بين في بعض جوه الشاشه، الاقي شاشات داخليه زي التيرمينال، البيلد، اللوك كات زي ما هتشوف ان شاء الله. الحاجات دي كلها يعني ممكن تخفيها كلها، نزل تحت اهي زي ما احنا شايفين. برده الجنب اليمين في نفس برده الشاشات الثانيه زي الاسيستنت والجرادل والكلام ده كله، برضو بقدر افتحها واقدر اتحكم فيها واقدر ادخلها وكلام زي كده. طبعا التحكم في الحاجات دي اقدر اشتغل عليه باكتر من مستوى. خلاص مثلا عملت كده رايت كليك عليه كده وقلت الفيو مود زي الدوك اللي احنا شفناه ده، دوك يعني تترصف في جنب من جوانب الايه من جوانب الشاشه. خلاص اهو فيو مود مثلا، هختار اندوك، معناه انه ما يترصفش بقى خلاص، يعني هو زي ما انتم شايفين كده بيبقى زي سلايد كده، مش بيثبت خلاص، بتخلص شغل عليه ويختفي. في طبعا الفيو مود فلوت، ان انا اقدر افصله زي ما احنا شايفين كده بقى منفصل اهو، بقدر احركه في المكان اللي انا عايزه. وفي الفيو مود ويندو بقى، لكنها ويندو عاديه جدا منفصله، وتقدر تختفي ورا الحاجه وتطلع قدام الحاجه، وفيها اكس وتكبر وتصغر. لو قفلت اي حاجه ونسيت من فيو
وطول ويندو هتلاقي كل اسماء الشاشات اللي انت عايزها اهي، لو اي حاجه اختفت ولقيت نفسك احترت ومش لاقيها هتلاقي هنا، او هتلاقيها من تحت كمان في باقي الايه الويندوز الموجود. طيب هعمل كده تاني، لا تحت تحت كليك يمين كده برده، ومن فيو مود هرجع الايه الدوك بيند والان بيند. ادي رجعت دي عملتها رصف في الجنب. في تاب موف تو طبعا برده دي حاجات حاجات مهمه عشان اتحكم في كل الشات. في ليفت باتم بقت من تحت على الشمال، ممكن اختار مثلا اي اتجاه تاني، ليفت توب اخليها على اليمين، اخليها رايت توب مثلا على اليمين من فوق، اقدر اتحكم في اي واحده اوديها في المكان اللي انا ايه في المكان اللي انا عايزه زي ما انا عايز. انا بحب الديفولت فهرجعها تاني ليفت توب وهكذا. يعني انا بوريك ازاي اتحكم في الشات، لو اي شاشه اختفت منك تعرف توصل لها ازاي. وادي الكود، دي طبعا شاشه الكود المنيو بتاعه الكود، ممكن تعمل بيها كومنتات، تعمل ريفورمات للكود، تعمل شويه خصائص تخص ايه الكود يعني. هنشوفها ان شاء الله برضو بالتفصيل واحنا شغالين مع بعضنا ان شاء الله في الفيو. طب التول ويندوز عرفناها، ادي اقول له اي شاشه ضاعت مني برضو، لو انت عايز التول بار مش ظاهر، لو انت عايز التول ويندو بار مش الستاتس بار، النافيجيشن بار احنا قلناهم من الاول، دول ضايعين مني في اي حاجه او عايز ازيرهم او عايز اخفيهم برضو هلاقيهم موجودين عندي، زي ادي التول بار ويندو، وادي رجعتها تاني بقت زي ما احنا شايفين موجوده. تمام، ادوس على التول بار طلعت الايكون زي ما احنا شايفين، السيف والاوبن مش عارف الى اخره، اقدر الحاجات الاساسيه تبقى موجوده. طبعا انتر فول سكرين ده بنحبها ساعات، بنفتح فول سكرين وبنخفي كل حاجه ونبقى شغالين على الاندرويد السوري طبعا، والمنيو تختفي والكلام ده كله. عايز تعمل اكزيت اعمل اكزيت والى اخره بقى من الاعدادات الكتيره اللي موجوده في الايه في الاي دي. انا هخش من فايل واخش على السيتنج عشان عايز اغير شويه حاجات في الابيرنس، في الظهور بتاع الحاجه بتاعتنا. طبعا في حاجات نعملها في الايديتور وغيره. في الابيرنس هنا ممكن اكبر حجم الخط او اغير دراك له هاي كونتراست ومش عارف ايه. انا هقول له انا عايز اختار الفونت، اغير الفونت، ممكن اختار فونت مثلا بولد شويه، ممكن اكبر حجم الخط شويه مثلا 14. لو عملت ابلاي هتلاحظ ان كل الشاشه بتاعتنا كبرت وحجم الشاشه حاجه بقى مختلف في الاي دي ذات نفسها. ممكن اختار حاجه تانية اقل او اغير، طبعا كل ما اغير اقدر اشوف الشكل بتاعي اللي انا وصلت له عامل ازاي. خد بقى وكبر حجم الخط والتكست اللي انت عايزه، انا هسيبه كده عشان بس حجم التصوير يبقى كويس. في الاديتور طبعا هتلاقي الحاجات الداخليه الجنرال والفونت مش عارف، او تقدر تفتحها وتلاقي الاوبشنز الداخليه، كل واحده تفتح لك بيج فيها الشغل ده. الفونت بتاع كتابه الكود طبعا دي انواع خطوط محدده، اللي هي المونو المونو سبيسد فونت. انا اختار مثلا نوع وهديله سايز مثلا وليكن 20 عشان اكبر حجم الخط ويتعرض كويس، او ممكن حتى 22 او 24. واللاين سبيسنج وكلام زي كده، ما دول اما تدوس ابلاي هتلاحظ ان الكود بقى ورا كبر بقى كده وبقى واضح في العرض بتاعنا كده، بغير الفونت بتاع الايديتور بتاع الكود. لاين سبيس بس اللي هو البعد ما بين الايه السطر والتاني. طبعا لو انا مش عاجبني الخطوط دي ممكن اشيل الشو اول المون سبيسد فونتس ويطلع لك بقى فونتس كتير جدا، بس خليك يفضل في المون سبيسد ايه فونتس عشان تبقى الكود بتاعها بيبقى واضح فيها. طبعا في اوبشنز كتير، الكالر سكيما، اللغات، الكلام ده كله. اللي عايز اي اعدادات بخط خص لغه الجسم مثلا هيتعرض ازاي والواناته هتبقى ماشيه ازاي، جافا، الكوتلين، غيره، كل لغه وكل حاجه فيها هتطلع بشكلها ايه والواناتها ايه، وتقدر تغير الالوان الاساسيه، بس يفضل برضه تسيب الالوان الاساسيه في الاول عشان تبدا تتعود عليها لما تشوفها. تمام، في حاجات برضه جنرال في الايديتور وغيره وغيره، وطبعا من اوبشنز كتير جدا. انا بس حبيت اوريك طريقه الايه السيتنج لو انت عايز تقلب فيها او تعدل شيء. انا عدلت بس الفونتس والكلام ده كله، واتفرجنا على الاي دي اي كده، بنبص عليها بصه ونكمل مع بعض ان شاء الله في فيديو تاني.